نكمل. نسجل تحت. نسجل تحت. طيب ناخد الاتجاه التاني. الاتجاه ده مش عارف. الاتجاه ده بقى رايق صح كده؟ انت ماشي الصف ده كله كام؟ 15ات صح؟ يبقى تعالى هنا كده، خلي بالك اول زون عندك هنا جايه لك في مين؟ في عمود صح؟ شباب شباب احنا شغالين. طيب قول له كده 12 دخل هنا ترم. شكرا. طب خلي بالك من حاجه، خليها لك زون تانيه صح كده؟ شوف سيخ، خليها لك زون تانيه اللي هي الكورنيشه دي. ايه لا دي مش قصتي انا، عامل تصميم معماري عامل له ايه؟ لا والله ما بصممش معماري، ما بعرفش بمصمم، انا ما بعرفش احل بلاد. بتعرف والله؟ طب والله ذكي يا حبيبي. صلاح قال بيعرف يسلك في المعماري والله العظيم. انت اصلا انشائي على وضعك. انا مش عايز اقول لك ان انا مثلا قعدت فتره كبيره قوي على ما عرفت اقرا لوحه المباني. لوحه المباني المعماري انا ما كنتش افهم اي حاجه في المعماري والله. كمان مره انا كنت اعرف الرمب طالع ولا نازل منين، فاهمني؟ بس اتعلمتها يعني كتر الحزن. هنا الكاميرا الحزينه دي عملت لك زوم صح؟ حاجه الاول اركب مين هنا؟ هركب مين؟ ركبت عمود اهو. هي لما جيت ركبت عمود من عند ربنا، الكاميرا دي راكبه اخر العمود صح كده؟ فبقت دي جنرال زوم. تعالي كده ابعدي بس عن العمود عشان لو واحد غبي ما يفهمش ان دي العمود بس. كده خلاص كده انا شطبت الحته دي صح؟ ده في العلوي ولا كانك شايفها؟ ده سفلي. يا عم مش دي الكاميرا؟ مش دي الكنه بتاعت الكاميرا؟ هتجيب حديد البلاطه تدخله جوه الكاميرا؟ طيب ما انا كده وقفت عند الكابل، جيت وقفت هنا لسه لسه انا ما لسه ما خدتش الابعاد بس انا عمال ارص سياخ. تمام طيب انا بالنسبه لي هنا بص، طول ما انا في السفلي والتهبيط من الوش انا ولا كاني شايف. الخطين دول كنا مأكسينهم مانوال عشان كانت البواكي دي داخلة الجهاز، فكنا هنشيلهم وهنشيل الكاميرا دي في النص ويعتبروها في الجهاز مانوال يعني، واحنا هنصبهم بعد كده بس ان هي مش مانوال يعني. طيب انصحكم نصيحة لوجه الله بقى، لما تيجي تشتري شقة ربنا يكرمك يعني كده، اشتري مثلا شقه في حته زي التجمع بتاعه وتعامل مع اي شركه من بتوع الاستثمار العقاري، اعرف هو مخالف ولا لا. انت لما تروح تسجل شقتك دي في الشهر العقاري هيجي يعمل لك مطابقه ما بين الرخصه اللي في الجهاز وبين الواقع، فلو لقاك مخالف في حاجه هتبقى نصيبه، مش هتعرف تسجل في الشهر العقاري، تفضل عايش طول عمرك بتوكيلات، فاهمني؟ يعني انت مثلا هشتري شقه في التجمع تمام كده، التجمع الجهاز ما بيسمحش بدوبلكس ما بين البدروم والارضي، وكل عماير التجمع تما عامله دوبلكس ما بين البدروم والارض. انت تروح تشتري تمام، هتروح تشتري وجميله وكل حاجه وملكك وبتوكيلات وكل حاجه شقتك، فاهم قصدي؟ بس اسمك شارب ايه؟ توكيل. تروح الشهر العقاري يقول لك مطابقه رخصه، مش عارف يعملها انشائي، خلاص يكسر بقى السقف عشان تطلع لي تسجل لي، مش عارف يعملها انشائي هيعملها لك ايه؟ معماري. يجي عايز يطابق على الطبيعه ويطابق من على اللوح. طبعا انت يعني مثلا منور زي اللي احنا لسه ماسحينه ده، هو مش منور ده، هو بلاطه ومتصممه، هيجي يلاقيها بلاطه يقول لك طب ايه يا عم، ده انا عندي هنا منور، ده انا عندي النسبه البنائيه قد كذا، انا عندي الردود كذا، انا عندي هنا اصلا مش مسموح تعمل الدوبلكس، ده بتعامله ازاي؟ خش في حوار. ما ده اللي احنا بنعمله بس قبل التسليم، قبل ما احنا نسلم الجهاز. انا بتكلم لو انت جاي تشتري شقتك وهتسجلها في الشهر العقاري هتعمل مشكله، فاهم قصدي؟ فبقى ايه،
اي دور تاني يعني ارضي، واول اول وتاني تاني وتالت، الكلام ده كله مسموح فيه بالدوبلكسات، بس طبعا مش هتبقى فخمه، مش هتحس انك قاعد في فيلا. ما هي فخامتها ليه في البدروم والارضي؟ مدخل خاص بالظبط كده، فاهمني؟ داخل وقدامك جنينه بتاع، انما جوه اما انت عاملها مثلا بين تاني وتالت، لا مش مثلا انت داخل مدخل العماره، فاهمني؟ ف انما بتعمل كده بيبقى ايه؟ بيبقى ليها فخامه، انت كده كانك في فيلا لوحدك يعني، فاهم قصدي؟ بيتعمل والله، بس يبقى خد بالك الكلام ده كله بيبقى عينات يعني. بقى لو خد بالك انا بتكلم في الشغل اللي هو الايه؟ اللي هتلاقي مثلا عماير على 90 على الحاجات دي، مش شغل الكومباوندات. هتلاقي الكلام ده كله عينات يعني. حمام سباحه مثلا هتلاقي عمقه متر ونص، فاهمني؟ في اربعه في ثلاثه بتاع، كله هيبقى حاجات صغيره. ليه؟ ما هو يبقى لك حمام السباحه هيكشف مليون جنيه، بس هو لو عملوا حديقه وخد فيو او خدوا جراج هو كسبها. وصل لك؟ فهو الحاجات دي بيدوروا بس على المكسب، مش بيدوروا على حاجات تانية كتيرة، فاهمني؟ فانت هتلاقي نفسك هنا، انت عندك حمام سباحة، عندك جنينة، بس الجنينة مثلا ممكن ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، ادي الجنينة مثلا عندك جنينة. وصل لك؟ مفيش مثلا، ما تجيبش متر في 3 متر ولا في 2 متر يعني، مش هتعرف تعمل فيها حاجة يعني. مش الجنينة اللي انت متخيلها بقى بتاعت الفيلل فاهمني؟ بس كل بقى برغوته على قد دمه يعني. احنا ما يعني المنطقة اللي انا ساكن فيها جنينة جميلة جدا طبعا، في عرب المعادي. جنيه مامي سوزان، بسم الله ما شاء الله عليها. طيب ما علينا، انا هنا عندي اي مشكله، بس خد بالك الزون دي هتبقى لغايه فين بس؟ اخر هنا، صح كده؟ ليه؟ لان انا لو ما جيتش كملت، او لو جيت كملت هنا، السيخ ده هنا معدي في منور وفي سلم، فاجي هنا، وهي جت مصلحه كمان فيها ركبه ايه؟ فيها عمود. تعالى هنا يا باشا واحكم ايه؟ طيب محكوم بمنور، صح كده؟ بقى سيخ، وده اخوه، وده اخوه من التالت، ما هي نفس النهايات. بس استنى، ده ممكن يسرح قوي كمان ده. طب هنا هيجيب، عديها بقى، وقف فين هنا؟ ما وقفش اصلا. وانا رايح فين كده المواصل؟ لعلمك هو ممكن، ما دي 16 مع 16. طب هات ده بقى كده من هنا، بس خلي بالك مش عارف اخش في البلكونة، البلكونة دي سارحة مع دي، فانا اخري هنا يعني. انا اخري هنا، اقول له كده 12 تاني كده كده، هو ما دخلش. وصل لغاية فين؟ 16. يا عم ده سفلي، اصحى يا انس، اصحى يا انس. اهو ما انا غيرتها لك. ايه ده؟ تصدق معلش، اصحى يا هريدي. ماشي طيب حبيبي. لغايه دلوقتي الدنيا سالكه صح؟ ما عدا انهي زون؟ الزون دي طيب، الحته دي كده اخت مين؟ وعزت وجلاله الله مقصده. دي اتجابت هنا، ما ده اللي هيحصل اهو يا عم. انا بس ببص على حاجه كده جت في بالي. عنب كده. طب يا عم الجزء ده
احنا خلاص كنا جبنا اخرنا من موضوع الارتفاعات والقلب اللي رايحه واللي نازله، صح؟ تعالى هنا كده بقى، بص على حاجه. اول حاجه ابدا لي بالكورنيش دي، بس تعالى هنا شوف لي ده كده كام. 1260، يبقى ننقذ ما يمكن انقاذه. ليه؟ انا هنا ما اقدرش احكم حديد في حته، مع ان اقدر، بس مش قصتي دلوقتي، مش عايز اخش في حاجه رخمه قوي. مش انا عندي هنا دي كده اعتبرها انا زون لغايه فين؟ مضطرين نغير الليل لغايه هنا كده، انا هعتبر دي زون، صح؟ بس مش كده بس، ده الزون دي متحجمه ليه؟ وش العمود؟ ما هي مع القمر لغايه هنا، تمام؟ وخد بالك دي بقى جوه نفسها ايه؟ متقطعه. عندي سيخ هيبقى طويل كده لغايه فين؟ لغايه الحته دي، بعدين هيبقى الحته دي. طيب كل دي زونات، مش حديد، دي مش قصتي. اديني يا عم الحديد ده كده، انا اقدر اجي هنا لو جيت قلت له يا عم روح 12، جه فين؟ وقف لي هنا، صح؟ طيب ما لهاش لازمه، اوفر ايه المتر اللي باقي ده وخلاص. ده بالنسبه لي كان مريح، صح؟ تعالى يا عم هنا كده. طب يا عم تعالى هنا كده، خلاص كده كده ده يبقى ده هيركب، مش محتاج ان انا اعرف طوله دلوقتي. انا لغايه دلوقتي انا منفض لطول السياخ ولا قاتل همها وضربها جزمه، انا برص سياخ بزونات، صح كده؟ اما اجي بقى اطلع لوحه تنفيذي دي قصه تانيه، يعني مش المره الجايه اللي بعديها، تمام كده؟ المره الجايه ان شاء الله نشتغل شبكه علويه مع الاضافيات، فاهمني؟ المره اللي بعديها اقفل لوحه اقول لك ادي لوحه. يبقى كده ايه؟ ده ان شاء الله نكون وصلنا يوم الاربع. يوم السبت الجاي ابدا في الامريكان. ايه؟ النهارده ايه في الايام؟ طب خلوها تمشي بقى زي ما تمشي. لو تورثوا تسهروا معايا شويه تبقى الدنيا زي الفل يعني. والله انا بيتي في اخر الدنيا برضه. اجي فين عند يا عم؟ الناس جت هنا خلاص. طيب ربنا يسهل. انت ساكن فين؟ فين؟ شارع فلسطين؟ طب ما انت حبيبي، ما انت عندكم جنينه برضه. ايه؟ لا لانه كان عندي عربيه بس ما بسوقش. يعني لو خارج مع عيال صحابي كده بيعرفوا يسوقوا ممكن اجيب عادي، ما فيش. انما انا اسوق لوحدي لا. ايه؟ كله بيعرف يسوق يعني؟ طب انا اجيبها، طب انا جبتها هنا وبعدين، يعني انا اجيبها لك هنا ازاي اصلا؟ انا باجي من ساعات من التجمع وساعات من اكتوبر ده. انا ونصيب. تبص لقيتها مصقع. طيب انا هنا جبت حته محكومه حكمتها على الكاميرا، فيها مشكله في الزوم دي؟ اظن ما فيهاش اي حاجه، صح كده؟ انا اصلا برضو في الاتجاه ده ما عنديش مومنت سفلي، بس اذ ربما يبقى شكل المومنت تيجي هنا وتقوم جايه معلقه، يعني بدل ما يكون في الاقلام. هي اللي بيتها ما هي ماشيه ولا تيجي هنا؟ ممكن يجي ده يا حبيبي، ممكن يجي بالمنظر ده كده، صح؟ تمام؟ ممكن يجي بالمنظر كده، مش كده؟ ممكن المهم بدل ما يجي كده يجي كده، فممكن ينزل عندي، فممكن الاتجاه ده يبقى فيه مهم. هو اصلا يبقى فيه مهم. اه بالظبط. الله يفتح عليك. فلما رجع الاتجاه الثاني كان بالنسبه له الاول، تمام؟ فهنا انا جبت حد السيخ ده، قمت حاكمه هنا، فيها اي مشكله؟ عشان ده ما طالش، بينما اللي طال سرحته، يعني السيخ اللي طال اهو. اخر كلام مستحيل ينزل، اخر كلام. طيب اللي قال بقى مستحيل ينزل كل واحد يجهز 5 جنيه. شكلها روعه على حسابك. لا ثواني، انا رحت معاك
طيب ماشي انت مالك يا عم. طب بص يا جدعان ماشي فانا كده ما سبتش ممكن تبقى طب خلاص بس نكمل طب نكمل نكمل خلاص طيب الحته دي كده احنا عملناها تحت ازاي انا عملناها في الاتجاه التاني ازاي عشان ايه نبقى منطقيين كملنا طيب خلاص بقى يا شباب هنا دي خلي بالك من الحته دي كويس السلم ده هنا السلم ده الصاعد بتاعهم المعماري اهو مش احنا قلنا السهم بيشاور على العالي يعني انا معايا في البلاطه الحته دي مشدوده نجاره هتتسلح معايا والحته دي هيطلع لها طرف ايه طرف رباط صح طيب طرف رباط ده بيجي 16 هل انا هاجي اصلح الحته دي كلها 16 انا ممكن في السفلي ممكن في السفلي اجي لو خدت السيخ ده من هنا حكمت على العمود اجي اقف هنا كده كده الكونتينيوتي من ايه من فوق تمام بس انا يعني ايه بس هي بتبقى حركه عفنه قوي يعني انا لو كملت ده متر بس مش هرميه بقى في 10 ما هو السلم هنا متسلح كام بالانشائي السلم واخد 5 16 فاهمني فمش هرمي انا طرف الرباط 10 والله انا عملتها والله قبل كده يعني انا عملتها 10 وما اترفضتش كانت زي الفل كنت بطلع الاشياء كنت بطلع كنت بطلع 12 ما كنتش بطلع 10 اه فانا كان بالنسبه لي فل بس هي الفكره ايه الفكره ان انت هنا ممكن تقف عادي جدا على وش الدرجه لا ليه اصل انت خد بالك انت هنا بتعمل وصله اجباري يعني انت بتيجي هنا انا هنا مش بوصل انا هنا مش بوصل انا هنا باجي جوه ارمي طرف رباط في البلاطه متر بيعتبر وصله مع التسليح ده متر ليه لان انا لو احط هنا سيخ 16 فتبقى الاكبر بالنسبه لل 16 انا بتكلم عن طرف الرباط اللي هيطلع من هنا طالع ب 16
اهو هو اللي داخل جوه الجدار، فهو 2 متر. ما هو ده قصدي. تمام. طب السيخ السفلي هنا ده هيجي مع السلم ولا بلاش دي؟ بلاش دي عشان الناس ما تكرهناش. خلي دي برضو هنا. انا هنا دخلت في زون تانية اطول سنه صح. الزون دي متقسمه بالمنظر ده كده من الحته دي للحته دي صح. ايه بس انا عندي الحته دي كده قبل ما اخش عليها عندي زون اهي صح ولا لا؟ بعدين هطلع من العمود هيبقى عندي نفس الزون القديم. تمام. طلعت من هنا دخلت على مين؟ خرجت من السلم دخلت في ايه؟ رجعت على السيادة طوله كام؟ كناش دخلنا فيها النور ده. اه بس خد بالك بدأت يعرفك قرفة. انت لو كملت دي هتيجي تقف لوش العمود هنا، يعني هتخلي الزون دي تقف لوش العمود ده. شوف اللي جاية من ايه، من اخر الدنيا دي فاهمني؟ هتيجي عند وش العمود ده وتقوم واقف، تقوم جايب سيخ تاني. ده مشترك في البلاطه لغايه فين؟ بس بقى مش هتيجي كده. العمود ده مسمع فين في البلاطه؟ يعني اسقاط العمود ده على فوق اهو. ركز كده معايا في دي. دي الزون اللي هيأثر فيها العمود ده في البلاطة. تمام. يعني أنا هيبقى عندي سيخ كده، ده لو أنا هكمله، وسيخ تاني هيجي لي هنا على شرط طبعا إن هو أما يركب العمود ده يستوفي الطول، يعني ما يزيدش عن 12 متر. بص عليه كده يا لهوي ده بالشعر. تمام. بعدين هيجي ده كده يقوم جاي لك. تيجي تقول لي يا عم اشمعنى ده؟ عشان ايه؟ انت مكمل وفي ايه؟ عمود تحت. تمام؟ طيب. تعالى يا باشا كده، كده احنا مخلصين ايه؟ زودنا الحته دي كلها. طب هنا ما اه هنا عشان الحته دي سارحه ما فيش اخطاء هنا. ماشي تمام. طيب احنا قلنا احنا ايه؟ جبنا الصيغ ده هنا جاي من دي. طيب. دي كده كده مستحيل من هنا يخش هنا، خلص بقى ايه؟ قتلناها بحثا يعني. صح؟ يبقى انا اقدر حق ان انا اجي من العمود ده كده احط زون صح ولا ايه؟ هينزل تحت. بص انت ممكن تقرا الرقم ده اللي بيتكتب ده بيبقى دليل ليك يعني. انت وصل لغايه هنا الراجل كاتب لك 38، يبقى انا خلاص دي مش هتبقى حاجه يعني. تمام؟ ادي زون عندي. السيخ ده جاب اخره صح؟ ومش هينفع اصلا كمان يجي هنا. يبقى هنا غصب عني وعنك الحته دي كده هتجيب لها سيخ محكوم. واصله ايه بس يا عم؟ طيب بعدين انا هنا طلعت خلاص من قصه الكاميرا دي صح؟ بص عشان ما نلخبطش، كل ده منور. ها انا طلعت هنا من قصه الكاميرا دي صح؟ من قصه العمود. ارجع هنا على مين؟ طب انا راكب الكاميرا من هنا صح كده، دخلت حكمت هنا، الخط ده ماشي مع ايه؟ ولا ماشي مع حاجه. يبقى ايه؟ ارزعوا زون. كتاب اللي انتوا اللي صاحيين منه زي الفل. اجي هنا تمام. طيب انا سلحتش الحته دي لسه صح؟ دي كانت عايزه مني واصله الحته دي، نسلحها بالمره. هنا قلنا هنرمي ال 12. وانا حظي حلو في الوصلات في السقف ده. على فكره انا عايز اقول لكم على حاجه، السقف وانت بتعمل سفلي لو لقيت وصلاتك كلها سالكه ونظيفه اطلع مع معناها هتطلع العلوة هتتنفخ فيه، تبقى كل الوصلات زي الزفت. ليه؟ بل نفع سفلي مش هينفع علوي.
فاهمني؟ فلما تلاقيه سالك في السفلي يبقى انت هتتنفخ في الاخر. ايه؟ سنين دقيقة زيادة كان السيخ متر ونص. طب ما لو بقى متر 20 هنعيد هيبقى أحلى. لا دي اصبر على آخر الكورس. أنت ماشي. عشان لو قلت لك دلوقتي هتستبر. اصبر خليك معايا بقى للآخر. تمام؟ طيب. مش دي هي دي؟ طيب في حاجة قبل بس ما اعمل ميرور حاجة ناقصة برضه زي ما قلت لكم ايه ما تسألونيش عليها دلوقتي. ده رجع أربعة عشان رجع نعمل رجلي في الصواعق يا باشمهندس حرام عليك والله مش أنا يا جدعان اللي عاملها دي أنا عشان أوريكم السقف اللي فات مش عارف كان تقريبا السقف ده لما جيت فنشت شوب درون كان في لما جالي بقى خط الواجهة والحوارات دي كان في حوارات كتيرة يعني لأني كنت عامل رجل في صواعق الكاميرا ساعات ما هي كده كده بتتعمل يعني أصل رجل صواعق الكاميرا دي كود على فكرة اللي هو الحديد السفلي للكاميرا اما بيجي في البوادي عند العمود لازم يخلص برجل ده كود فاهمني. المشكله ان هم بقى بره بيعملها لك حوار اصل بيقول لك ازرقه ازاي فبتضطر تفتح باب ما يولع هو خشب ولا ما ماليش دعوه ما انا بقول كده فكل بقى سقف بعمله بحوار يعني فاهمني. ايوه ما هو على فكره هو بيتكلم صح معلش هو بياخد بكام هو بيتكلم صح عارف انا ما تيجي بقى تتخانق على الحركه دي امتى لو الخشب ده بتاعك انت لا على الطلاق انت اللي هتعمل مش حد مرجان احمد مرجان اهو ده ان مرجان يا اخواني كده ناقص ايه مش ده بتاع الكورس النهارده تاريخ كام 10 9 كويس فاضل 20 يوم ونقبض طيب تمام انت طيب يا انس خلاص كل سنه طيب كل سنه طيب كل سنه انت طيب الزون دي خلصانه فين؟ ايه؟ استنى يا عم شكلي فيه سجل زياده؟ لا هو مش زياده هو احنا بس حطيناه غلط السجل ده محطوط غلط مش محطوط غلط هو عشان في تحت عمود يبقى خلي الركب دي كده بعيده عشان ما تلخبطكش يعني دي تعمل ده جاي هنا حاكم كده زي الفل دي يا ابني عايز تمشي قوم اتكل على الله انت زعلان ليه؟ ايه؟ انا خلاص اقفل اللوحه دي خلاص خلاص يا جدعان اتكلوا على الله فكده انا بقفل انا في البيت وانا افضل كده خلاص قشطه ماشي بس انا اخد